مرحبا طلابي الأعزاء، دائما ما نسعد بقوة البدايات لتكون روعة النهايات. ابدأ عامك الدراسي بهمة عالية لتحصل على ما تريد. سوف نبدأ طلابي الأعزاء بفيديو تعريفي لمادة اللغة العربية للمستوى الثاني، فهيا بنا. عزيزي الطالب، سوف نتعرف على مناهج المستوى الثاني، وهي منهاج أصدقاء العربية. أصدقاء العربية هي سلسلة تعليمية موجهة إلى غير الناطقين باللغة العربية، تشمل 3 مستويات. رعي أن تلائم حاجة المتعلم إلى إتقان المهارات الأساسية في تعلم اللغة العربية، وتحفز المتعلم إلى استخدام العمليات الذهنية المساندة للتعلم بعيد المدى، كالفهم والملاحظة والتمييز والتصنيف والاستنتاج بأساليب متنوعة تمكنه من المفردات التي تعلمها. أيضاً عزيزي الطالب، يتكون كل مستوى من 3 مواد تعليمية رئيسة، وهي كتاب الطالب وكتاب النشاط وكتاب المعلم، بالإضافة إلى وسائل تعليمية داعمة هي قرص مدمج وبطاقات تعليمية وبوسترات وقصص وغيرها. وقد رعي فيها حاجة المتعلم إلى إتقان المهارات الأساسية في تعلم اللغة العربية، وهي الاستماع والمحادثة والقراءة والكتابة. هنا كما ترى عزيزي الطالب، كتاب أصدقاء العربية، كتاب الطالب الذي يحتوي على مجموعة من الدروس بالإضافة إلى المهارات الكتابية والقرائية والأنماط اللغوية. الدروس عزيزي الطالب مثل درس صباح الخير عدنان وطبيب الأسنان، أين قلمي، ماذا في الصندوق، عمتي أميرة، أهلا وسهلا، حزام الأمان، خرطوم الفيل، وهدية كومبو، الله الرازق، وغيرها من الدروس. وأيضا المهارات الكتابية والقرائية، التمييز بين الأحرف، تدريب على اللام الشمسية والقمرية، تركيب الكلمات من مقاطع، تركيب جمل من كلمات، أيضا التمييز بين التاء المفتوحة والمربوطة، تركيب جمل من كلمات. أيضا عزيزي الطالب، يجب عليك أن تميز وتستخدم همزة المد، تميز بين همزة القطع والوصل. أما بالنسبة للأنماط اللغوية، تستخدم المفرد والمثنى في الأشكال، تستخدم الضمائر هو، هي، أنت، أنتما، أنت، تستخدم التذكير والتأنيث، المفرد والجمع، تستخدم الفعل الماضي، تتعرف على أسماء الاستفهام، الظروف، ظرف الزمان والمكان، تميز بين المفرد والجمع، وتستخدم التذكير والتأنيث مع الماضي والمضارع. أيضا عزيز الطالب، تميز الصفة والموصوف وغيرها من الدروس. هنا كما ترى عزيز الطالب، الكتاب الثاني من كتب أصدقاء العربية، وهو كتاب النشاط الذي يحتوي على مجموعة من الأنشطة التي يجب عليك حلها. وبهذا طلابي الأعزاء، نكون قد انتهينا من جولتنا بالفيديو التعريفي لمادة اللغة العربية للمستوى الثاني. شاكرة لكم حسن استماعكم، ومتمنية لكم سنة دراسية مليئة بالنجاح.